سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الرشمة. هذه كما كتشوفوا الشكل ديالها هو هذا، كتجي في جلابة اولا في قفطان ولا تكشيطة. بالنسبة للسلعة اللي غادي نخدم فيها، غادي نحتاج ليستخاص رقم 16 وليستخاص رقم 6. بالنسبة دخلت جوج الالوان ديال ليستخاص رقم 6، خدمت بالبرونز وبالذهبي في حجرة بالبيض، يعني ما فيهاش ماشي ابي، حجرة سامبل. كما كتشوفوا خدمت الوسطاني ديال الوردة، ومن بعد غادي نخدم الوريقات اللي من الفوق. ومن بعد ان شاء الله في الفيديو اللي تبعته حتى للتالي غادي تشوفوا بالضبط الطريقة اللي خدمت بها وكيفاش عمرت الوريضة والعريشات اللي لاصقين فيها. كما كتشوفوا البنات، منين ساليت الكونتور ديال الوردة بديت كنعمر الداخل بليستخاص رقم 16، ومن بعد كندير التوبي رقم 2 هو اللي كنديرو في اللون ديال الجلابة، حيت انا عندي جلابة اللون ديالها كرونة. دابا غادي نخدم العريش اللي لاصق في الوردة. كما كتشوفوا غادي نخدمو بليستخاص رقم 6 في الذهبي والحجرة ديالو بيضة، حيت كاين جوج ديال الانواع، كاين اللي حجرة ديالو بيضة كتكون سامب بحال هكذا، وكاين اللي كيكون ابي كيكون ضار فيه اللوينات. بالنسبة انا كنشرح للمبتدئات، لان اللي كتكون خياطة كتكون فاهمة شنو معنات هاد السلعة هادي، ولكن المبتدئات اللي باقيين ما كيعرفوش السلعة شنو الانواع ديالها كنشرح لهم، كنحاول انني نبسط لهم الامور. صافي، غادي نخدم الكونتور ديال الوريقات كاملين، ومن بعد غادي ندير التوبي في الوسط، ومن بعد غادي نعمر الجنيبات بالهرم في الذهبي. بالنسبة للبنات على الهرم، يعني راه ساهل، تا هو كيلصق غير كتلوحوه على الجيلاتين وكتضغطوا عليه شوية، صافي راه كيلصق مزيان على الجيلاتين، كونوا هانين ما غاديش يزول لا تصبين ولا حتى شي حاجة. غير هو النصيحة اللي كنقول لكم قبل ما ان البياسة يعني تصبن اولا تلبسيها، خاص ضروري تبريصها في المصبانة باش ديك البخار وديك السخونيه كتزيد تثبت الخدمه مزيان على الثوب، فمن بعد ممكن انك تسبنيها وتلبسيها مده سنين وما كيوقع لها حتى شي حاجه. وهنا في هاد الوايات هادو كندير الكونتور هو الاول مع الجنيبات ديالها، ومن بعد كنبدا نعمر السلعه اللي عندي كامله. كندير سميطات يعني بليستخاص رقم 16 وبليستخاص في البرونز وبالتوبي، حتى كنعمرها من الداخل كامله، ما كنخلي حتى شي حاجه خاويه. كنتمنى البنات انكم تكونوا كتستافدوا من الفيديو ديالي. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك القناه وتبارطاجيوه مع اصدقاء ديالكم. سلامه.